أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سيد الليل. مشاهدينا فريق الإعداد أعد لنا التقرير التالي عن 5 عادات خاطئة يجب التخلص منها. خلنا نتعرف إيش هي العادات الخمسة الخاطئة. يومك العادي تقوم بفعل عادات سيئة قد تضرك فيما بعد، وعلى الرغم أن من الصعب التوقف عنها إلا أنه لابد من العمل على ذلك. سيدتي تقدم لكم 5 عادات صغيرة خاطئة يجب التخلي عنها. المراسلة أثناء السير أو القيادة: يجب التخلي من عادة استخدام الهاتف في إرسال الرسائل النصية في الطريق. يوجد الكثير من العربيات المسرعة والدراجات النارية التي يمكن أن تتعرض إليك أثناء الكتابة. الماذق أثناء مشاهدة التلفاز: الكثير مننا معتاد على تناول رقائق البطاطس والبسكويت وغيرها من الطعام الغير صحي أمام التلفاز، وهذه العادة سيئة جدا وخطرة على صحتك، فهي تعمل على زيادة الوزن والتهاب في المفاصل والسرطان وأمراض القلب وغيرها من الأمراض. تناول الطعام والعمل لا يتوافقان. بدلا من تناول الطعام بينما تعمل، خذ فترة من الراحة وابتعد عن الحاسوب وقم بتناول طعامك. الخمول البدني: المشي نصف ساعة يوميا يمكنها أن تصنع العجائب، وسوف يقلل فرصة الإصابة بمرض القلب والنوع الثاني من داء السكري وأيضا بعض أنواع السرطان، كما أنه يؤثر بمزاجك وعقلك وجسمك أيضا. التنظيف السريع لأذنك سوف يتسبب في تمزيق طبلة الأذن الحساسة، لذلك احذر عند قيامك بتنظيف أذنك. مشاهدينا أكيد كل الشكر لفريق عادات سيدتي على هذه العادات الخمسة اللي أنا متأكدة لابد أحد فينا في الواحدة من هذه العادات، إن شاء الله نقدر نتخلص منها. فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته.